ولمعرفه اثر العمليات الماليه على توازن وتساوي معادله المحاسبه نقوم باستعراض مثال يتكون من مجموعه من العمليات الماليه التي حدثت داخل احدى المنشات وكيف تؤثر تلك العمليات على توازن معادله المحاسبه بفرض ان ابراهيم قرر البدء في نشاط خدمي من خلال انشاء مؤسسه باسم مؤسسه المغاسل الاليه ثم قام بمجموعه من العمليات بدايه نحن سوف نقوم بالكلام عن عمليات المنشاه وليس عمليات صاحب المنشاه حتى وان قام بها صاحب المنشاه إلا أنه يقوم بعمليات المنشأة وليست عملياته الخاصة إذا سوف نركز في تناول العمليات التالية على وجهة نظر المنشأة وكيف تؤثر هذه العمليات على جانبي المصادر والاستخدامات أو الأصول والخصوم وحقوق الملكية من وجهة نظر المنشأة العملية الأولى في يوم واحد واحد خصص إبراهيم مبلغًا وقدره 800 ألف ريال من ماله الخاص لمزاولة نشاطه وقام بفتح حساب جاري في البنك باسم المنشأة وأودع فيه المبلغ كاملًا، والمطلوب إعداد معادلة المحاسبة ثم إعداد قائمة المركز المالي أو الميزانية، عندما نبدأ بالحل لا ننسى أننا نقوم بتحليل هذه العملية من وجهة نظر المنشأة وليس وجهة نظر صاحبها إذا حللنا هذه العملية من وجهة نظر المنشأة سنجد أنها كأنها أخذت مبلغ 800 ألف ريال من مالك هذه المنشأة من وجهة نظر أخرى من وجهة نظر أخرى هذه المنشأة حصلت علي 800 الف ريال كمصادر للأموال قامت بإيداعهم في البنك بمبلغ هو نفس المبلغ 800 الف ريال يعني قامت باستخدام هذه الأموال، إذا فالمعادلة معادلة المحاسبة سنجد أن أولا ظهر بند من بنود مصادر الأموال وهو حق أو حقوق الملكية وهو بند رأس المال الذي يمثل المبلغ الذي قدمه صاحب المنشأة إلى المنشأة وهو 800 ألف ريال. وكذلك أيضا ظهر بند من بنود استخدامات الأموال بنفس المبلغ وهو 800 ألف ريال وهذا البند هو بند البنك، بناءً على ذلك نستطيع أن نقول أن رقم واحد إعداد معادلة المحاسبة، نكتب معادلة المحاسبة التي تنص على أن مصادر الأموال تساوي استخدامات الأموال أو بالصيغة التي تتكون من ثلاثة عناصر وهي أن الأصول تساوي الخصوم زائد حقوق الملكية. لدينا في الأصول البنك به 800 ألف ريال. ولدينا في الخصوم لا يوجد خصوم لأن المشاة حتى هذه المرحلة لم تحصل إلا على أموال من المالك والذي والتي يمثلها رأس المال بمبلغ 800 ألف ريال نلاحظ أن الجانب الأيمن يساوي 800 ألف كإجمالي وكذلك الجانب الأيسر يساوي 800 ألف كإجمالي نقوم بإعداد هذه العناصر داخل قائمة المركز المالي أو الميزانية والتي تأخذ كما أوضحنا شكل حرف تي نكتب في الجانب الأيمن عمود للأرقام وكذلك في الجانب الأيسر عمود للأرقام، نكتب اسمها في الوسط ونكتب بجوارها فيه لأن الميزانية دائما تعد في تاريخ معين، تاريخ هذه العملية هو واحد واحد، نكتب في الجانب الأيمن منها ما كتب في الجانب الأيمن في معادلة المحاسبة وهو الأصول، ونكتب في الجانب الأيسر الخصوم وحقوق الملكية. إذا الميزانية هي تأخذ نفس شكل معادلة المحاسبة، فالأصول ظهرت في الجانب الأيمن والخصوم وحقوق الملكية ظهرت في الجانب الأيسر. نكتب العناصر التي تتكون منها التي التي تكون كل جانب، فنجد لدينا في جانب الأصول أن البنك به مبلغ 800 ألف ريال، ونجد أن الجانب الآخر به حقوق ملكية والتي يمثلها رأس المال بمبلغ 800 ألف ريال. نجمع الجانب الأيسر نكتب الرقم الإجمالي فوقه خط وتحته خطان لأن هذا الرقم لا يجمع على أرقام أخرى، هذا الرقم يمثل مصادر الأموال. نجمع الجانب الأيمن أيضا الرقم فوقه خط وتحته خطين مبلغ 800 ألف ريال وهو استخدامات الأموال. نلاحظ وباستمرار أن مصادر الأموال يجب أن تتساوى مع استخدامات الأموال. اذن الجانبين متساويان دائما